Good evening, يسعد ladies and مساكم gentlemen. سيداتي سادتي. نحن هنا الآن بعد لحظات فقط من كشف هوية الأسقف أكس. لقد وصلنا نقطة الآن في صلب حيث جسد المسيح السري هو علينا، ومعظم الرعاة قد هربوا وبقي القليل منهم. في هذا السياق سيدات سادتي، أود أن أقدم لكم خليفة للقديس يوحنا الذي يعبئ قلوبنا وأرواحنا وقلوبنا ومؤتمرنا في هذه القاعة الليلة مليئة بالأمل، الأمل الكثير، لأنه لا زال يؤمن، لأنه يؤمن بأن يسوع المسيح هو الله، لأنه يعتقد أن هذه الكنيسة تستحق معاناة من أجل كل شيء للدفاع عن. ومع هذا المطران الأكس صاحب السيادة يوسف ستريكلين من تايلر تكساس. أحب هذه الصور، شكرا لك. هذا قالها ولكن سأقولها على حي. يحيى يسوع المسيح الملك. Que viva Cristo Rey. إنه لأمر مدهش كيف ربنا وإلهنا يعمل. وهذا الطفل من شمال شرق تكساس، وأنا هنا فقط لأنه مهما كان السبب اختارني الله لأحب ابنه بما فيه الكفاية أن أكون هنا. ومع هذه البكاء يعيش يسوع الملك كما نعلم جميعنا يعرف، يأتي من حوالي 100 سنة مضت من المكسيك. هذه الأمة الجميلة كانت تمر بما بكل طريقة وبحزن نمر به اليوم في الكنيسة الجامعة اليوم، وصرخة الحب والإخلاص والإيمان يحيى المسيح الملك لقد وحد شعبنا وجمع القلوب معا. وجاء ذلك الوقت شهداء عظماء. أيها الأخوة والأخوات، نحن جميعا
بحاجة حقا أن نعيش روح الاستشهاد. نحن لا نعرف ما يحمله الغد، ولكن قلوبنا يجب أن تكون على استعداد للموت من أجله، من أجل يسوع المسيح. وبالنسبة لي شخصيا، أمنا المباركة وربنا لا يمكن أن يكون الصورة الأكثر مثالية هنا لدعمي، لأنها أمسكت بيدي. أشكرك أيها الأم المباركة وأخبرتني أن أعرف ابني، أعرف ابني، وما زلت في تلك الرحلة مثلنا جميعا. وما هي إلى معرفة أعمق يسوع المسيح وعروسه الكنيسة الكاثوليكية، كما كلما كنا أقوى في معرفة أننا لن نتركها أبدا، لن نبتعد عنها. وسوف نتوسل ونصرخ ونفعل كل ما يتعين علينا بالقيام به في الحب، للتأكد من عدم مغادرة أي عضو من الكنيسة، أي شيء يمكننا القيام به لإبقائنا معا في وحدانية الرب، بل أن يتحدى بحقيقته أي شيء يتناقض مع حقيقة يسوع المسيح. أنا أحب اللقب الأسقف الأكس، لشيء واحد، وهو الطريقة الغريبة التي تتطور بهذه الأشياء. مرة أخرى في عام 2013 قمت بالتسجيل للحصول على حساب على موقع تويتر، وقبل بضعة أشهر اعتدنا أن نقول أننا قمنا بالتغريد. لا أعرف ماذا نفعل الآن، نحن الأكس، لكن أعتقد أن الأسقف أكس ربما يكون مناسبا نوعا ما، لأن المطران الذي يغرد ويتعرض للمشاكل بسبب ذلك، ولكني سأستمر في فعل ذلك، لأنه يجب على أن أشارك الجميع المجيد العجيب حقيقة يسوع المسيح. والأكسينج على ما أعتقد يصبح قبيحا، إنه سام، إنه جنون، ولكن هذا هو عالمنا، وعلينا أن نجلب جمال وعجائب المسيح إلى هذا المزيج. ما أريد التأكيد عليه هذه الأمسية، هذا المساء، هو ببساطة جمال إيماننا الكاثوليكي، واحد مقدس ورسولي، كنيسة رسولية، مقدسة رسولية. وما أود أن أشجعنا عليه هو لدي العديد من الأشياء أريد أن مشاركتها، لكن أشجعكم جميعا أن على الإدراك أن إيماننا الكاثوليكي، عروس المسيح في وحدتها، في وحدتنا، هذه الوحدانية تعتمد على قداستها الكاثوليكية وواقعها الرسولي. القداسة على الكاثوليكية واحد، كنيسة واحدة جامعة ومقدسة رسولية الكاثوليكية.
المقدسة الرسولية كلها مرتبطة بهذه الحكمة من هذه العلامات الأربعة للكنيسة، وهذه هي العلامات علينا أن نحرسها كما نحرس وديعة الإيمان. المسيح يجب أن يكون في قلب من نحن، قلبه المقدس من خلال قلب مريم الطاهر. إنه قلبه الذي نسعى إليه، وقلبه هو ندعو أن نعيش. لقد سمعنا الكثير من لغة الانقسام وجميع أنواع الاختلاف، الفئات الاختلاف. دعونا نتمسك بالفئة الواحدة للإيمان، أن يكون الروم الكاثوليك، ليكون جزء من جسد المسيح، وندعو البابا، الكرادلة، الأساقفة، الكهنة والشمامسة، وجميع العلمانيين والرهبان وجميع أبناء الطائفة، هي عروس المسيح الكنيسة. كلما لزم الأمر ليدعونا إلى حقيقته. شيء واحد أريد التأكيد عليه هو أوامر السير لنا جميعا. نحن مباركون بوجود أسقف الكنيسة المارونية بالإضافة إلى الكهنة المختلفين هنا. وأنا أعلم أيها الأساقفة، قوموا بعملكم الذي يجب علينا نحتاج أن القيام به. صلوا من أجل من أجل كل أسقف يرسم ليكون خليفة الرسل، مثل ما قال مايكل عن أننا لن نتحدث غالبا عن الرسل كأساقفة، ولكن علينا أن نتكلم عن الرسل كأساقفة والأساقفة كرسلنا. ما أفهمه من جميع أنحاء البلد وما سمعته، يوجد بعض المواطنين من تكساس هنا. أي كان أسقفكم المحلي، صلوا له كما نصلي من أجل أسقف روما. وكل ما يمكننا فعله هو أن نطلب منا جميعا أيها الأخوة والأخوات، أعضاء جسد المسيح، الحجارة الحية، أحتاج أن أكثر إخلاصا. لنصلي من أجل جميع، ليكون الجميع أكثر إخلاصا. أعلم أننا نتفاقم وننقسم ونشعر بالإشمئزاز من قبل بعض الانقسامات والرسائل الكاذبة هنا وهناك، ولكن إذا استمعنا للمسيح فماذا يقول لنا ويقول لنا من الصليب، سوف يكون روح الطريق كيف يجب أن نعيش. يجب كما قتل وصلب، قال ربي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. أتخيل الكثير منا يقاوم من أجل ذلك. يا رب انظر ماذا يفعلون، لا يمكننا الهجوم، وهذا لكن هذا ليس المسيح، لكنه حازم وقوي ورب الجميع عندما يتعلق الأمر بالحقيقة وقوة الحقيقة. أريد أن أشارككم شيء مما ربما يعرف كثير منكم عنه. القديسة لويسيا من أحد الرؤاة في فاطمة قالت هذا: لا يجب على كل إنسان أن يخلص نفسه فقط، بل أيضا نفوس كل الذي وضعهم في طريقنا. وهذا هو التحدي لنا جميعنا بالتأكيد. هذا المجتمع الرائع هنا، المجتمع لقد وضع الله بعضنا بعض في ممر بعضنا البعض، ولكن هنالك أناس في طريقي أفضل الابتعاد عنهم بصراحة.
وأعتقد هذا الصحيح بالنسبة لنا جميعا. وأعتقد أن لوسيا صاحبة الرؤية، واحد رؤية في فاطمة تقول شيئا حقا لعصرنا. نحن الذين نعرف الحقيقة بكل نشاط ومحبة وبوضوح وبشكل خيري للتكلم بحقيقتنا لثقافتنا لعائلاتنا لكل من يستمع، وحتى لو لم يستمعوا إلينا نتابع استمرار في مشاركة الحقيقة. يجب أن نأتي بجسد المسيح إلى الوحدة، وهذه مهمة علينا جميعا، وأخذ ذلك الدعوة أن أكون خليفة للرسل. بمجرد قول ذلك يجعل ركبتي ضعيفة قليلا. كيف يمكننا أن أفعل ذلك؟ لست مؤهل، ولكن عندما يدعو الرب علينا الرد، وهذا صحيح بالنسبة لنا جميعا. أتخيل ذلك إذا كنت في هذه الغرفة في مؤتمر الهوية الكاثوليكية. سأتحدث عن نفسي، إنهم الأشخاص الذين أخبروني لا ينبغي أن تكون هناك. أتصور أن الكثير منكم، إذا لم يكن جميعكم، سمعوا نفس الشيء. لا تذهب إلى هذا المؤتمر. ولكن يا أخوتي وأخواتي، دعونا نظهر المحبة والرحمة والحب والقوة بالرب. هذا ما يجب أن يتدفق من هنا في هذا الوقت المظلم في أمتنا، في عالمنا، وفي كنيستنا. لا تشيرون بأصابعكم الأبهم، ولكن بمشاركة الحقيقة. وعندما أفعل ذلك، نحن جميعنا كلنا بشر، عندما نشعر قليل من الأسف على أنفسنا، فقط انظر إلى صليبه وتذكر ما هو عانى من أجلنا جميعا ولكل وقتنا. فلنكن واضحين جدا أيها الأخوة والأخوات، يسوع المسيح ليس واحد من بين الكثيرين، وليس هو طريقة واحدة اللي اختاره. هو رب الجميع، إنه مخلص البشرية، وعلينا أن نكون فرحين وأقوياء في مشاركة تلك الرسالة. لا يمكن لأحد أن يخبرنا أنه ليس الطريق الوحيد للحقيقة والحياة. يخبرنا بنفسه، والكتاب يؤكد ذلك، إنه ابن الله الوحيد، ورسالته خلاص الجميع. وبالتالي أمامنا طريق طويلة لنقطعها. الشيء الوحيد أريد أتكلم عنه هو المسيح وبطرس، تلك العلاقة الحميمة. ولكن كما أشار مايكل إلا أن بطرس لم يكن مجرد وجود فقط عند الصليب، ولكن يوحنا كالرسول. وأريد أن أتحدث عنه هو الحوار، حيث بطرس ممكن أن تقول الرب أعطاه فرصة لفص المكياج، لصف المكياج. ذكره 3 مرات، قادر أن يقول له أحبك 3 مرات. وقال يسوع لبطرس ارعى خرافي. الطعام الوحيد لمناسب الخراف قطيع الرب في هذا الزمان هي الحقيقة، حقيقة القديمة الجميلة الأبدية، حقيقة المسيح التي لا تتغير.
ما خطر لي وبصراحة هو سبب وهنا أقف هنا هذا المساء. إذا لا أتكلم هذه الحقيقة أن أعرض الخراف الذين هم تحت مسؤوليتي أن أعرضهم للخطر من خلال تغذيتهم لرسائل كاذبة، السم الذي لا يعطي الحياة ولكن يهدد الحياة. جميع الخلافات التي نسمعها، جميع الأسئلة المطروحة في هذا السينوز القادم، لا أدعي أنني أعرف كل شيء بشكل عام عنه، ولكن سمعت ما هو الكافي أن هذه اللحظة المناسبة لأقول ما هي الحقيقة بوضوح وما هو حقا، وهو حقا سهل جدا لأني لست مضطر أن أفكر عن حقيقتي الخاصة. لا يتعين علي الحصول. الإجابة الوحيدة هي يسوع، الجواب هو يسوع المسيح كما قلت مرارا وتكرارا. أنا في ورطة لقراءة التعليم المسيحي بصوت عالٍ. ولكن دعونا نكون واضحين، مثل الكثير منكم هنا أنا أكيد هم أهل وأجداد، وحتى الكهنة والأساقفة الموجودون هنا لدينا جميعا ما نحتاج على إطعامه، وعلينا أن نكون حريصين أن هذا الطعام هو ما يحتاجون إليه. وأحيانا تكون الحقيقة تحديا، لكن وهذا ما يجب أن يسمعه الآخرين. عندما ننظر إلى الحقيقة كما قلت، السيدة العذراء مريم سحبتني بالمسبحة إلى أعماق قلبها الطاهر بعد أن صرت أسقفاً، ثم دلتني على ابنها في الإفخارستية. ما أريد التأكيد عليه مع كل الأسئلة وجميع المناقشات في العالم، مع كل الاضطرابات وكل الأضراب اضطراب، دعونا نتذكر أن نعرف الحق، الحق المتجسد في يسوع المسيح. نحن نعرف وجهه، وفي المرة القادمة عندما يكون لك الفرصة لعبادة ربنا في القربان المقدس، أنا أشجعك على النظر إلى حضوره في شكل الخبز المكرس، وذكر نفسك هذا هو وجه الرب. الحق له وجه، ويريد أن يعرفنا جميعا بشكل أعمق، بشكل خاص. صلي من أجل كهنتكم إذا كانوا يقضون وقتا كبيرا بالفعل كل أسبوع. نأمل أن يكون كل يوم في العبادة الإفخارستية. شجعهم، ادعمهم، واطلب منهم التحدث عن تجربتهم. أتخيل أنهم سيحبون المشاركة بهذه الطريقة، وإذا لم يكونوا كذلك فلم أكن موجودا دائما. مريم وضعتني هناك، ولكن يمكنني أن أخبركم، مهما كانت قوتي، مهما كانت قدرة على قول الحقيقة، قالوا لي بالتوقف، لأنه عن معرفته به. المأساة، عدد كبير من الكاثوليك يقولون إنهم غير متأكدين من وجودهم في القربان المقدس، إنه فقط مجرد رمز. وأتصور أننا جميعنا أولئك الذين أعلم أنه هناك،
ويتحدث إلينا وليس بصوت مثلنا يمكن أن نسمعه، ولكن في الحقيقة في التحدي العميق في قلوبنا. لذلك دعونا نتذكر الحقيقة ليست مجرد شيء غامض قابل للتغيير. مفهوم الحقيقة هي شخص يسوع المسيح، ونرى وجهه في القربان المقدس الإفخارستية. كما ذكرت سابقا، نعم، العلامات الأربعة للكنيسة واحدة مقدسة رسولية كاثوليكية. نعلم جميعا ما تعني الكلمات الكاثوليكية، لكن يجب علينا احتضانها، وعلينا أن نبذل قصار جهدنا لنعيشها. لقد بدأت في وقت مبكر مع إغناطيوس الأنطاكي، واحد من أولئك المطران الأسبق لأنطياك، مثل يوحنا، ارتباطا وثيقا برشته مثل يوحنا والآخرين الذين شاركوا بعد الصلب وبقوة العنصرة، أصبحوا رسلا حقيقيا. إغناطيوس الأنطاكي، ربما جميعا نعرف القصة، هو منه في طريقه إلى إعدازهم مشجعا وقول الحقيقة، قول الحقيقة. استخدم كلمة كاثوليك لوصف جسد المسيح السري الذي هو الكنيسة. عالمي، يجب أن نركز على ذلك. هذا يعني في تناقض مع الكثير من الأصوات التي نسمعها. يمكن أن تكون كاثوليكيا إذا أردت، لكن لا تشجع الآخرين. كم هذا مثير للسخرية! كيف هو غير كاثوليك؟ كيف هو غير مسيحي؟ إذا تذكرنا ما يعني الكاثوليك، فهو ليس نادي لمجموعة معينة من الأشخاص، من الناس، هي عطية ابن الله الشاملة لجميع الناس في كل الأوقات والعصور. هذا ما هو عالمي، وهذا ما يعني الكاثوليكية. نحن بحاجة إلى المشاركة والعيش بفرح تلك الحقيقة بكل الطرق الممكنة. الكاثوليكية العالمية جامعة، وذلك في وقت مبكر جدا، قبل وقت طويل من اكتشاف هذا العالم الجديد. هذه الكلمة الكاثوليكية كانت تستخدم في كل العالم المعروف، وعلينا أن نتذكر أننا عالميا لمشاركة رسالة المسيح مهما كانت الظروف. نقرأ جميعا المقالات، التساؤل، هذه هو أسوأ الأوقات، أسوأ أزمة شهدتها الكنيسة على الإطلاق؟ يمكننا مناقشة ذلك، لكن أعتقد أنه من الأهم أن نعود ببساطة إلى مبادئ من نحن. وإذا كنا قلقين من أن هذا ربما في وقت سيء، كلنا نوافق على ذلك. دعونا نتذكر بمدى أهميتنا جميعا، وكيف يجب علينا أن نشارك حق المسيح، وندعو الكنيسة إلى الوحدة حول يسوع المسيح. كما كنت ذكرت لمجموعة فقط قبل العشاء، سأموت من أجل يسوع المسيح، عروسه الكنيسة الكاثوليكية، ومكتب الخلافة الرسولية. هذا هو إيماننا الكاثوليكي.
كأمي الذي أمي دعمتني وأبي المتحول كان أبي حكيم عندما يكون عنده أسئلة قال يقول اسأل أمك. أمي كانت والدتي تتعلم التعليم المسيحي جيدا. كبرت في منزل علمنا أننا لا نملك المال. أدركت أن لدينا ما هو أهم بكثير من الثروة، لكننا إذا نظرنا إلى الرواق فمن الأسهل أن نرى أننا كلنا أننا كاثوليك، كلنا ستة، وعلمتنا بأن نكون كاثوليك هو أعظم كنز وأعظم نعمة التي يمكن أن يكون لدينا. أتذكر أنني كنت أفكر عندما كنت طفلا، ربما كان سطحيا، كنت فقط طفل. أتذكر كنت أفكر بالطريقة التي علمونا أهلنا ككون كاثوليك، وكنا العائلة الوحيدة في المدينة قريبة جدا. لكن أتذكر أني كنت أفكر الشعور اللي كان عندي، كنا مثل نجوم السينما. قلت أن الأمر كان سطحي بعض الشيء، لكن كنت طفلا في السادسة من عمري، ولكن هذا هو نوع من الإيمان الذي حصلنا عليه. وكانت والدتي تقول لنا في أوقات مختلفة وأسئلة مختلفة في مكان لم يكن فيه جميع أصدقائنا كانوا كاثوليك، وأمي كانت تقول تستشهد بالقديس بطرس، يا رب إلى من نذهب؟ والجواب كان ليس هنالك أي مكان تقدر أن تذهب إليه. للأسف في حياتي عمري، هلا عمري 64 سنة، أكره أن أفكر كم عدد من الأشخاص الذين ابتعدوا عن الإيمان الكاثوليكي، ولكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه. فلنكن أقوياء بمحبة إلى البقاء، وهؤلاء الذين يبحثون عن حقيقة المسيح ليأتوا وينضموا إلينا في هذه المهمة العالمية ليسوع المسيح. أن تكون كاثوليكيا يعني أن تكون في رسالة، وأعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة لنا تتذكره في هذا الوقت. سمعنا كل أنواع الرسائل المربكة، لكن أن تكون كاثوليكي يعني أن تدعو الآخرين للمسيح. نسمع الكثير من الترحيب، بالترحيب التام، بالاستماع إليه وماذا يقول. اكفر بنفسك، احمل صليبك واتبعني. هذا ما ندعو إليه جميعا، هذه هي الرسالة العالمية. عالمنا وأمتنا وكثيرون في الكنيسة إنهم يريدون استخدام ما اعتدنا أن نطلق عليه قلم التحديد السحري، وأعتقد أنه شاربي، تعتيم، أنكر نفسك، ولا أريد إنكار النفس، كفر بالنفس، محي وأحمل صليبك، لا نريد الصليب، لكن يجب أن لا نمحي أي شيء، علينا أن نقبل كل التحدي في إنكار الذات، أحمل صليبك واتبعني. هذه هي رسالة المسيح لكنيسته. كثير من الناس يسألوني، أيها الأسقف، ما يمكننا أن نفعل إلى جانب الصلاة؟ وبالتأكيد نحن بحاجة للصلاة، نحن بحاجة لتقديم صلوات التوبة والكفارة والتعويض، لكن أبعد من الصلاة نحتاج إلى قول الحقيقة بمحبة
الخيرية ولكن بوضوح. اسمحوا لي أن أعطيكم مثلا مما حدث هذا الأسبوع فقط في أبريشية، عندما كنت أتكلم مع زوجة شابة كاثوليكية رائعة. أتحدث عن إذا كنت تفكر زينا في الأسواق في تايلر تكتب، فأنا لا أعرف ما أين هذا المكان، ومن المحتمل هذا مكان خاص في العالم والمشاكل الكبيرة ليست موجودة. آسف، لأننا نعرف هذه في كل مكان. وهذه المرأة الشابة وهي تبكي قائلة أن شقيقها يخطط لحفل زفاف لرجل آخر، وهم يبحثون بالفعل عن تأجير الأرحام. كم هذا حزين، كم هو مأساوي. والأكثر مأساوية من قول البعض في الكنيسة افعل ذلك هذا رائع، سنصلي سنصل إلى هنالك معك. لا، لن نفعل ذلك. لا يمكننا، لا يمكننا أن نذهب إلى هنالك. وفي حب ومحبة هو عملنا جميعنا. وقد أخبرت هذه المرأة الشابة ربما لن يسمع، ولكن من يدري؟ الروح القدس قوي والحق قوي، إنه الذي يدوم، وعلينا أن نخبر ذلك والإخبار ذلك الشاب بمحبة لكن بوضوح. لا تتظاهر بالدخول في بعض نوع من الزواج العار، ليس زواج، لا إدانة، بل يدعو إلى الانكسار والخطيئة. لحسن الحظ قبل بضع سنوات الكاردينال لاداريا قال بكل وضوح وبكل بساطة أننا لا نستطيع مباركة الخطيئة. هذا هو المكان الوحيد للكنيسة وسنبقى عليه، وعلينا أن نبقى معه. ولأولئك الذين يمكن أن يكونوا متحيرين قليلا ويتساءلون قليلا، يجب أن نقوي بعضنا البعض أيها الأخوة والأخوات في معرفة الحقيقة. الحقيقة لا تدين بل تحرر. الإدانة الحقيقية هي إخبار شقيق هذه المرأة الشابة وصديقه، متأكد من أنك يمكن صحيح يمكنك أن تتزوج، ومن ثم سنرتكب المزيد من الخطايا ضد قدسية الحياة من خلال التلاعب بموهبة الله الخلاقة حتى تنتهي بك الأمر بإنجاب طفل. ولكن كم عدد من الأطفال سيموتون في هذه العملية؟ كم عدد من الخطايا سيتم ارتكابها ليكون ذلك الولد الوحيد؟ هذا ليس من الله، وعلينا أن نقول ذلك بوضوح، ويمكننا معا أن ندعم بعضنا البعض. مثل المسيح يمكننا دائما أن ننظر إلى نموذجه كيف يتعامل مع الأسئلة في وقته في الحب والوضوح. نحن نعرف من خلال تأسيسه للإفخارستية، وأنا في منطقة غير كاثوليكية للغاية حيث لا يعيش معظم المسيحيين يؤمنون معنا ككاثوليك أن ماذا يقصد المسيح، ولكن نعلم هذا هو جسدي، هذا هو دمري الإفخارستية. ولكن علينا أن نساعد الناس على الفهم العجب والعطية التي يقدمه لنا المسيح، وعلينا أن نقول الحقيقة إلى هؤلاء الشباب في كل الذين يسلكون الطرق بعيدا عنها عن الحقيقة.
حقا الشيء المحب الذي يجب أن نقيام به ويجب علينا القيام به. اسمحوا لي أن أشارككم شيئا كلنا نعرفه بشكل جيد من إنجيل يوحنا، كلمة ربنا المسيح بنفسه، ليكونوا كلهم واحدا كما أننا واحد، كما أنا فيك وأنت فيا، كذلك يكونوا فينا، ليعرف العالم ليؤمن أنك أنت أرسلتني. المجد الذي أعطيتني أعطيهم ليكونوا واحدا كما نحن واحدا، أنا فيك وأنت فيا، ليكونوا كاملين بالوحدة، وليعلم العالم أنك قد أرسلتني. أخوتي وأخواتي، الكلمة الانتقادية التي أسمعها من ربنا في هذا الاقتباس من إنجيل يوحنا فقط اثنين، وفي الفعل ثلاثة، مكتملين في الوحدة. أود أشجعكم جميعكم على الصلاة والتأمل ونتحدى أنفسنا. أعتقد أن الكمال في الوحدة، أعتقد أن هذه هي دعوة المسيح لكنيسته في هذا الزمان، في سنة 23 من القرن الحادي عشر والحادي والعشرين، يمكننا أن نصبح كاملين في الوحدة. ومن الأهمية بما كان أن نسعى أن نكون صوتا واحدا متحدا يعلنون حق المسيح بفرح، ولا تسمح لأي أحد لكسر تلك الحقيقة الموحدة. إن الكتاب المقدس وجميع التعليم قبل هذا الوقت أخبرتنا لا يمكن أن تتغير. نعم، نحن نتعمق أكثر، هذا هو كمال الوحدة الذي يجب أن نذهب إليها، أن نذهب أعمق وأعمق في سر والحقيقة التي هي يسوع المسيح. ولكن محاولة القول بأن الكنيسة كانت مخطئة لألفين سنة، هذه الحقيقة تحتاج إلى التغيير، وهذا الكتاب المقدس تحتاج إلى حذف أو تغيير، وهذا ببساطة يتناقض ما قاله لنا المسيح. أرى شيء ممكن أدعوه صوفيا بشأن تلك الكلمات المقتنعة الوحدة. يتساءل كثير منا كيف يفعل ذلك، كيف نتعامل مع هذا الاضطراب في الوحدة مع يسوع المسيح. والحمد لله الميليشيا الطاهرة للأمنا المباركة العذراء مريم سوف تجعلنا دائما نتعلق بوحدة أعمق في هذه الوحدة. يجب علينا أن نكون واقعيين بدون الحكم على الآخر. يجب علينا أن نحكم على الرسالة، وعلينا أن نتكلم ضد أي شيء يتناقض حقيقة المسيح، تتعارض ما هو هويته، وعلينا أن نكون يقظين ومتنبهين للواقع أن هناك أفراد وهناك قوة تسعى إلى مناقضة يسوع المسيح ورسالته للحق الذي لا يمكن أن يتغير. فنحن جامعين على دراية بكوننا لطيفين
ودعاءك الحمام وحكماءك الحيات. يجب أن أعترف، الوداعة هي اللطف، تأتي بسهولة لي، لكن يجب أن نكون مكرين وأن لا نستسلم إلى الشر الذي وقع كثيرا في الخطط الماكرة والهجوم على الحقيقة، ولكننا نفعل ذلك. وأعتقد أن كمال الوحدة مرتبطة بهذا. علينا جميعا أن نأتي معا إلى هذا النوع من التجمع، يحتاج أن يتقويتنا ويحتاج إلى استمرار ويحتاج إلى التوسع، لأننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا. علينا أن نفعل ذلك متحدين كالجسد المسيح السري الذي هي الكنيسة. نقطة أخيرة أشعر أنني مدعو القيام بها، ربما يصبح خطير بعض الشيء، واسمحوا لي أن أتسهل بالأمر بقول أنه ليس لدي الحق في الحكم على أي شخص، أي أسقف آخر، أي عضو آخر في جسد المسيح، ولكن هناك شيء واحد أعتقد أننا بحاجة للصلاة من أجله، وبأي طريقة يمكننا أن بمحبة دعوة الرعاة أن نتكلم، أعتقد أن هناك خطر في الصمت. وأعود إلى القديس بطرس الذي سجله في الإنجيل، لا للسكوت بل قول الواقع، الكلمات الإنكار. لا أعرف هذا الرجل، لست جزءا من مجموعته، لا تنظر إلي، لكن أقدر أن ما يجب أن أكون مدرك به، ما يجب على الجميع خلفاء الرسل اليوم في محبة ورأفة لأساقفة العالم اليوم. افعل بكل ما وسعك، بل الحس على الصلاة أمام أسقفك المحلي. إذا رأيت أي فرصة لقول أيها الأسقف تكلم عن ذلك مع الاحترام والمحبة، ولكن حثهم على أن يفعلوا ذلك، لأنني من شرق تكساس، وإذا كان منكم ما هي الثقافة هناك، هي تقع على حافة الجنوب. كثير من الناس هناك جنوبيون، وبعض يقولون نحن جنوبيون غربيون، لكن على حافة الجنوب ما قبل الأنتيبال هي مألوفة لي جدا، أو أن نوع من قياس الضحك سيخبرني أنها مألوفة لك، لكن الله وضعها في قلبي. معروفة إلى حد ما، لكن حقا دعونا نصلي معا من أعظم الرحمة تجاه هؤلاء الرجال الذين دعوا ليكونوا خلفاء الرسل، وأنا أصغرهم. أنا حقا هنا أذكى وأكثر موهبة وأكثر لاهوتيا أكثر، ولأي سبب من الأسباب؟ انظروا إلى الكتاب المقدس، الله يحب الاختيار المنسيين الأقل ويفعل شيئا بذلك. هذه حكمة، لأننا تبقيك متواضعا عندما تعلم كما أعلم أنه فقط الله الذي يجعلني أتحدث عن حقيقته. ليس لدي ما يلزم، ولكنني أعطاني ما أحتاج إليه لأكون خليفة الرسل.
وبحب ومحبة كبيرة ورحمة. اسمحوا لي أطرح الأمر بهذه الطريقة. أي كان أسقفك في منطقتك المحلية، فكر به في يوم رسامته ككاهن، شاب عنده أمل، تفرح عائلته أينما كان الآن، مهما كانت الصراعات أو ربما كان داعما وحقا ومنعم عليك براعي عظيم، نأمل ذلك. ولكن أينما كان أسقفك، صلي من أجلي بكل حب محبة ورحمة، لأنه كما قلت إنه ملح. السبب أن أتكلم كثيرا، لقد وضع الله في قلبي أن تكون ساكت في هذا الوقت، أن تكون مع بطرس الذي نكر. هذا خطير جدا. نحب أسقفات أساقفتنا أساقفتهم، وعلينا أن نصلي حتى لا يفعلوا ذلك في وقوع ظروف حيث يشبهون بطرس الذي ذكر. وإذا وجدوا أنفسهم هكذا، عسينا أن ينضموا إلى بطرس، أحبك يا رب. وقال ربنا لنا جميعا: اطعموا خرافي، ارعوا خرافي. اسمحوا لي أن أقرأ ما كتبت هنا مباشرة، وأعتقد بأن ذلك يقول ذلك أفضل. ممكن أن إعادة صياغة الجملة. أتكلم مع نفسي بشيء. أدعو المؤمنين للوحدة. إذا سمعتم غير ذلك شيء آخر. الشخص بشرق تكساس باللهجة التكساسية. وإذا لم تسمع هذا، أدعو المؤمنين للوحدة بيسوع المسيح، وأخبرهم أنهم مدعوون إلى عدم مغادرة الكنيسة، بل لحمايتها بالتوحيد والقتال في الحرب التي يجري الآن ضد المسيح وعروسه. وفي هذه الحرب يجب أن يقفوا معا جنبا لجنب. أود أن أختتم بالصلاة التي كتبت لهذه المؤتمر، لهذا المؤتمر. حسب ما أفهم هو بالفعل موجود، حطيتها على تويتر، عملتها على الإكس أو مهما كان. إنها صلاة جميلة، وأود أن أختم بها هذا المساء. هذه صلاة من أجل سينودوس 2023 على المجمع. أيها الرب يسوع المسيح، إلهنا ومخلصنا، أنت رأس الكنيسة، عروسك الطاهرة وجسدك السري. انظر برحمة إلى الضيق العميق الذي تعرضت له كنيستنا الأم المقدسة، تعرضت لارتكاب عقائدي الأخلاق والإساءات الليتورجية موجودة في يومنا هذه. وصلنا ارتفاع غير مسبق. لقد دخلت الأمم ميراثك ودنسوا هيكلك المقدس وجعلوا أورشليم خرابا، من المزمور 79. رجال الكنيسة الذين فقدوا الإيمان الحقيقي
وأصبحوا مروجين للدنيوية العالمية العولمة. هدفنا تغيير حقائقك وهدفهم تغيير حقائقك ووصايا الدستور ووصاياك الإلهية للكنيسة والتقليد الرسولي. يا رب روح متواضعة أيها القلب المنسحك، إن ندعوك امنع أعداء الكنيسة من تمجيد الانتصار على الكنيسة الكاثوليكية الأصلية التي تم الحصول عليها من الطريقة الكنيسة المزيفة بموجب إرشادات السينودوس. أثير قوتك يا رب، تعال نجدد كنيستك بقوتك القديرة، حيث الخطيئة والرد على الكنيسة ستكاثر انتصارك نعمتك أكثر. ونحن نؤمن أن أبواب الجحيم لن تصر ضد كنيستك في هذه الساعة، فيما تعاني كنيستنا الأم الحبيبة والجلجلة. نعدك أن نبقى معها وقلوبنا بلطف وداخلنا الخارجية التي بألامنا بكل تواضع ندعوها بوحدة قلب مريم الطاهر أم الكنيسة كتعويض من أجل خطايانا وخطايا تدنيس المقدسات والارتداد داخل الكنيسة. يا رب ملائكتك، يا رب أرسل ملائكتك القديسين بأمر القديس ميخائيل رئيس الملائكة ليحمي نورك السماوي للبابا والمشاركين في السنودوس، وإحباط خططك وخطط أعدائك داخل جمعية السنودوس. انزل يا رب برحمة إلى الصغار في الكنيسة، انظر إلى النفوس الخفية التي ضحت بنفسها من أجل الكنيسة، انظر إلى حجم الدموع وأدعية أبنائك الحق الكنيسة، أبناء الكنيسة الحقيقية بواسطة استحقاق القلب الطاهر لأمك الكلية القداسة. قم يا رب وتدخل بأمنح كنيستك رعاة قديسين الذين يقلدون مثالك، سوف يبذلون حياتهم من أجلك ومن أجل خرافك. نسألك يا رب بالقديسة مريم العذراء، امنح بابا مقدس غيور ومعزز للإيمان الكاثوليكي ومدافع عنه. نطلب منك امنح من خلال مريم العذراء المبارك، امنحنا أساقفة مقدسين وشجعان. نشاهدك أن تمنح من خلال القديسة مريم العذراء، امنحنا كهنة قديسين رجال الله. نسألك أن تمنح فيك يا رب، نضع إيمان رجاؤنا فلا تخجلنا. إليك يا رب يسوع المسيح أعطينا كل الشيء، الكرامة والمجد لكنيستك المقدسة التي تحيا وتملك مع وحدة الروح القدس. الله إلى أبد الآبدين. آمين. And one thing I've learned as a bishop is that the episcopal blessing is a special gift, not because of me. I'm a sinner, I'm weak, I fail. But the Lord Jesus Christ works through his shepherds. And so I'd like to offer an episcopal blessing to all of you as we conclude after praying this beautiful, inspiring prayer. Almighty God, we thank you that you have so loved the world
that you have given us your only begotten Son. And we thank you that your Son, having lived, died, and risen for us all, has established his church, his bride, to guide us through the ages in a deposit of faith and joy and hope with the inspiration of the saints and martyrs, always guided by the loving, immaculate hand and heart of the woman you chose to be his mother, the Blessed Virgin Mary. Almighty God, we thank you. Strengthen us in your spirit to be joyfully faithful, seeking the perfection of unity by the strength of your grace. And we ask this blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Hashtag, I stand with Bishop Strickland.